بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان والتدبر. وردت كلمة التدبر في القرآن الكريم في مواضع عديدة، في سورة النساء، في سورة محمد، في سور عديدة، وفي سور عديدة وفي آيات كثيرة وردت كلمة يعقلون تعقلون، كقوله تعالى لقوم يعقلون، كقوله تعالى أفلا تعقلون. وفي سورة النساء الآية 82 ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن، وتكررت هذه الآية أيضا في سورة محمد الآية رقم 24 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر عبادة جليلة تجعل الإنسان ينظر في وحي الله عز وجل، تجعله يدرك الحقائق ويتقرب إلى الله عز وجل ويتعرف على سر وجوده فيعمل من أجل تحقيق مقتضيات استخلافه. فالقرآن منهاج حياة. ربنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الإسراء الآية 9 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم هنا بمعنى بل. ما الذي يمنع تدبر القرآن؟ قساوة القلب، غلظة القلب. فإذا كان القلب قاسيا هذا حائل يمنع دون تدبر القرآن، دون الانتفاع بالقرآن الكريم من آياته وأحكامه وحكمه ومقاصده وأسراره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آية 38 ربي سبحانه ذي القرآن يولهاغ باش نتدبر، أنستخدم اللغنة، أنخمم، أنوالي، أنغر القرآن وأنعرض مكان فهم ذا شو قلان ذاخليس، ذا شو ذا الأحكام ناس، ذا شو ذا المقاصد ناس، ذا شو ذا الأسرار ناس، ذينا أنستنفع خطر القرآن سيسير دينجا ربي سبحانه أفريد نسلامة وثكين داما. ذي الوحي الطاهر، وحيه الطاهر، ميل فندم يقرأ القرآن يتدبره ينظر فيه يفهميه ثم زوروث أذي السنة فريد نسلامة ورثكين داما، في ثلاثة ذي السنة ربي سبحانه عز وجل، في ثلاثة أذي يفهم الأحكام ينس الأوامر ينس أما ذي الحلال أما ذي الحرام. ولكن ميل أولاون وغالا ضازرون ذي زرا سعن الشدة سعن الغلظة فنادم يسعن لسكا ولسن فارس القرآن الكريم ذي نمي غدينا ذي استفهام توبيخي إن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن شاء الله هنلدي أولون النغ القرآن الكريم أذي حنين أولون النغ باش ولو نغز استقبل آيات القرآن الكريم ونفهم من فهم أن سنفع سل القرآن الكريم أن ذبع أفري ذي غدي نجار ربي سبحانه أكني غدي نذقوا وليس وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تدبر القرآن عبادة جليلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتدبر القرآن والانتفاع بما فيه من أحكام وحكم ومقاصد. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.